Televisa presenta. لا يمكنكما توقيفي. لم أفعل شيئا، لم أرتكب أي جنحة. هذه مذكرة التوقيف. أنت هربت من القانون منذ عدة سنوات بعد عراك في الشارع. ثمة خطأ، لابد من وجود خطأ، لابد ما فعلته سقط بمرور الزمن. لا أعرف، عليك مرافقتنا لتسوية المسألة مع النيابة العامة. اسمعي، ما بك؟ من يراك يقول إنك لست متحمسة للذهاب إلى المؤتمر. لا، ليس هذا. لا يعقل أن أخذلك بعد أن ساعدتني كثيرا في الحصول على شهادتي. بفضلك تمكنت من الحصول على الماجستير. حسنا، لا يمكن أن تخذليني. ثم أخبرتني أنك كنت تعيشين في مازتلان. نعم، لهذا السبب لا أريد أن أرجع. سيكون إحياء للذكريات السيئة. ربما من الأفضل لك أن تواجهيها. دون ليوناردو. نعم لوبيتا. الأستاذ ويلاس أبلغني أنه يريد رؤيتك في مكتبه. شكرا، سأراه. ما أعرفه أن فترة طويلة مرت والجنحة سقطت منذ لا أعرف 4 سنوات على الأقل. الجرح ترك أثارا، لذا يمكن للضحية أن تفتح الدعوة. السيد لوباتو رامييز في ريال تقدم صباح اليوم بالشكوى المناسبة. سيد روبليز تفضل أرجوك. شكرا. نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة تثبت أنه لا يمكنك أن تستمر بالعمل معنا في الشركة. سامحني لكنني لا أوافقك الرأي. الدكتور لا يمكنه أن يجزم أنني لا أقدر أن أقوم بواجباتي في العمل. وفقا للمعلومات إن مرضك يتطور يوميا، ونحن لا يمكننا أن نجازف بمشكلة في المحاسبة. ومع أن تلك الأخطاء التي ارتكبتها لم تكن خطيرة، لكنها بجميع الأحوال سببت تأخيرا في العمل. لكن كيف فجأة؟ امنحني فرصة أخرى أستاذ. فعلت كل ما بوسعي روبليز. فكر أنك ستحظى بتعويض نهاية الخدمة. بهذه الطريقة ستعيش بشكل مقبول. أعرف أنه قليل لكنه مبلغ مضمون. علينا أن نعوض عليك بطريقة ما سنوات خدمتك معنا. اسمع لوباتو، لا تنبش الماضي، اتفقنا؟ المسألة حصلت منذ زمن بعيد. نعم بالطبع، هذا سهل وسهل جدا. لا تصرخ، لا تصرخ. من السهل أن تطلب مني أن أسامحه، فأثر الجرح يبقى على وجهي أنا.
نحن نعرف جيدا أن ذلك كان حادثا. أم أنك نسيت؟ هل نسيت فعلا القصة التي اختلقتها؟ هاجمني مجددا في الحان بجنون. قل هذا ليسبب المشاكل فقط، عليه أن يرحل مجددا. اسمع لوباتو، دميان كان قد طلب مني أن أخرج نسيبه من هناك، وأنت تعرف جيدا لوباتو كل الخدمات التي ندين له بها، لا أقدر أن أرفض مساعدته. ثم لوباتو لا يناسبك أن تحقق الشرطة عنك، أقصد إن حققوا عنك ستدخل السجن يا رجل. هيا اهدأي كارينا، أو ما تتأخرين كثيرا. إن استمريت تتحركين فلن أنتهي منه. لينارا. مرحبا أمي. إلينا، لقد عدت باكرا يا ابنتي. أمي، سأضطر للحلول مكان مديرة المعهد في مؤتمر سيعقد في مازتلان. مازتلان؟ نعم. عجبا، ومتى سوف يعقد؟ يعقد اليوم، سيتصلون بي ليؤكد موعد الرحلة، سأغيب لبضعة أيام. اسمع إلينا، لم لا أرافقك؟ كيف هذا كارينا؟ لم أذهب منذ زمن إلى الشاطئ، يقال إنه توجد شواطئ وفنادق رائعة. أذهب للعمل وليس للتنزه، ولا أقدر أن أطلب تذكرة سفر ثانية. حسنا، لدي مدخراتي والمدرسة. ماما، أعود عن تغيبي لاحقا، منذ زمن لم أذهب إلى أي مكان. إلينا، منذ رحلتك إلى يوكاتان وعدتنا أن تأخذيني في رحلتك القادمة. ما رأيك إلينا؟ موافقة. يوبي، لكن شرط ألا يسبب ذلك مشكلة. سأحضر الحقيبة. هذه الفتاة غريبة جدا، تتدبر دائما للحصول على ما تريد. ابنتي، أتظنين من الجيد أن تذهبي إلى مازتلان؟ طبعا أمي، وماذا سيحصل؟ مر زمن طويل على حصول ذلك، وأوليسي مجرد ذكرى. هذا لي؟ شكرا. لا يعقل، لا يعقل. أوليسي، كيف حالك يا صاحب؟ كيف حالك؟ أخبرني كيف حالك؟ بخير بخير، أخبرني ما تفعلت؟ لم تتغير، أبل تغيرت لديك بعض الشعر الأبيض. طبعا، مرت عدة سنوات. شكرا لأنك أخرجتني من هنا، لم أكن أرغب في البقاء هنا مطلقا. لا لا تقلق، أصبحت مسألة منسية، كذلك سأطلب منك خدمة مهمة، لا تسعى للمشاكل مع لوباتو، أتفهم؟ المهم ألا يستفزني. خدمة أخرى، اذهب إلى الحلاق. أخبرني متى وصلت؟ متى وصلت؟ اليوم صباحا، اليوم صباحا. اليوم صباحا، ماذا فعلت؟ كما ترى، تنقلت على السفن، الصيد، الشحن. في النهاية كان عملي جيدا جدا. أنا أحسدك، اضطررت للبقاء طوال الوقت مقيدا بهذا المكان. لا يا رجل، أتصور كل ما رأيته، قل لي شيئا. مغامرة في كل مرفأ. لا، ما بك، إنها مجرد أقاصيص عن البحارة. حقا؟ نعم. اسمع أوليسي، علي أن أذهب، سررت كثيرا لرؤيتك، آمل أن نلتقي ونأكل. نعم، معا طبعا. اتفقنا، علينا أن نتكلم لكي تخبرني المزيد. 9 سنوات. اتصل بي غدا لنتفق على شيء.